الجبلية ترشح استاد القاهرة أو الدفاع الجوي لاستضافة مباراة جيبوتي والجزائر. كشف مسؤول اتحاد كرة القدم المصري عن الملاعب المرشحة لاستضافة لقاء الجزائر وجيبوتي بالجولة الخامسة لتصفيات كأس العالم، حيث أن المباراة ستقام في ملعب استاد القاهرة أو الدفاع الجوي، حيث أن هناك محاولات مع الأمل لإقامته في استاد القاهرة، وإذا ما تعذر فسيكون استاد الدفاع الجوي هو البديل. جيبوتي هي اللي طلبت إقامة المباراة في مصر لصعوبة استضافتها في جيبوتي. أسماء القائمة الدولية النهائية للحكام 2021 وثمان أسماء للساحة والمساعدين. أسماء حكام الساحة: كابتن محمود البنا، كابتن إبراهيم نور الدين، كابتن أمين عمر، كابتن محمد عادل، كابتن محمد معروف، كابتن أحمد الغندور، كابتن محمود ناجي، كابتن عبد العزيز السيد. أسماء الحكام المساعدين: كابتن محمود أبو الرجال، كابتن أحمد حسام، كابتن سمير جمال، كابتن أحمد توفيق طلب، كابتن يوسف البساطي، كابتن هاني عبد الفتاح، كابتن سامي هلهل، كابتن شريف عبد الله. دي أسماء التي يختار الاتحاد الدولي الفيفا 14 حكم من القائمة المرسلة من الاتحاد المصري.